بما انه دول مطربين صغيرين، سامو بقى وهو صغير كده قبل ما يبقى سامو زي كان احلامه ايه؟ كان حلمك تبقى مطرب؟ لا خالص. كان نفسي ابقى طيار حربي، كان نفسي ابقى في الجيش طيار حربي. انت اتولدت في الكويت؟ مولود الكويت. وقدمت على فكره على الطيران الحربي يعني، واخدت كورس في كندا، رحت كندا اخدت كورس 3 شهور فشلت، سقطت فيه فشلت، ورحت لندن بعد كده. هنا بدايتي كانت في لندن، على اساس ان انا اروح لندن اقعد 3 شهور اخد كورس لغه وتدريب تكنيكال لازم تاخد من لندن، وارجع الكويت وارجع تاني كندا احاول مره تانية للطيران الحربي. وايه اللي حصل بقى في لندن؟ هنا كانت البدايه، انا كنت بشتغل مهندس صوت، كان عندي محلات كاسيت وصوت في الكويت. طبعا كنت واحد زي اي واحد شاب من الشباب بيروح عند بابا فبياخد فلوس ويعني يعمل حاجه، ليه. انا نجحت فيها، اشتغلت مع عمرو دياب، مع محمد، انشهر اسمي جدا جدا، الزعيم عادل امام، ميامي، هشام عباس، ديانا حداد، ده في الكويت كل ده؟ في الكويت. نبيل شعيل، عبد الله رويشد، طبعا الف سلام عليك، لانه عبد الله رويشد من الناس اللي ليهم دور كبير كانوا في حياتي من الكويت، لانه خد في ايدي من بداياتي يعني، كان شايف فيه حاجه بيقول لي انت فيك ذكاء فني، فيك ذكاء بشغلك اللي انت بتعمله، انت صغير جدا بس انت عندك شغل كويس يعني اللي قدمته. لما رحت لندن، رحت هناك انا كنت قاعد باخد الكورس بشتغل عادي، فقالوا لي حد، قالوا لي في واحد مهندس صوت موجود، في مطرب بيغني، فغنى ربع ساعه وتعب، فطلعت انا بهزر فبغني، فتعرض عليا الشغل وبدات حكايتي كمطرب يعني، انا كله بصوت يعني. وكملت هنا بقى، بقت الفكره ازاي. تعرض عليا شغل من كان حد اسمه عصام المعوض صاحب شركه الخيول، عرض عليا الشغل، انا اول مره اقول الكلام ده على فكره، حاجات الديتيلز دي. بعد كده عرض عليا مبلغ كبير انا عمر اسمعه في حياتي، كان بالنسبه لي في الفتره دي يعني، لما يجي حد يقول لك انا هديك 100,000 دولار، دي كان بالنسبه لك انت دي حلم يعني، انت 100,000 دولار على البوم، انا اتصدمت يعني. فقلت له علي انا اغني؟ قلت له ما اعرفش اغني انا. قال لي لا انت فيك حاجه كويسه وكده، ونعمل انا هنتج لك البوم. فقلت له تمام. سافرت من لندن الى لبنان، قابلني واحد اسمه فضل شاكر، تعرفت عليه. بعد كده واحنا قاعدين دخل عليه واحد اسمه ماجد المهندس، فتعرفنا على بعض، بقينا اصدقاء. ماجد المهندس من اصدقائي يعني، مش من اصدقائي بس، من الناس كان في الوقت ده هم نجوم، طبعا نجوم كبار جدا كمان، اخواتي وحبايبي يعني. فضل وديانا حداد، احنا كنا اربعه في الشركه دي اصدقاء وكفاميلي، لان هو الشركه ما كانش فيها كتير. وعلى فكره انا يعني الشركه اساسها عندي هي الفكر اللي انا كنت واخده من اول الشركه، انه مش في الكم، هي في النوعيه، صح، انك انت تختار صح في نوعيتك. اسامي كبيره قوي ما شاء الله دلوقتي، اربع ثلاث اسماء يعني، ربنا يكرمهم ويزيدهم يعني، ربنا يخليك، ربنا يخليك. فالحمد لله احنا بنشوف بعض برضو يعني. لما شفت ماجد من فتره في مصر هنا، كنا مع بعض في احد الفنادق، دايما بنتكلم في الذكريات واللي حصل، لانه كنا ساكنين في بيت واحد على فكره في دبي، قعدنا 6 شهور مع بعض.